أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز لطالبات العلم أن يقرأن بعض المتون بطريقة ملحنة كما يفعله بعض أهل العلم عندما يقرؤون الكتب؟ وإذا كان هذا الشيء جائزا فهل هناك دليل على جوازه؟ الملحن لا يجوز، هذا غنى، الحين غنى، لكن أن يقرأها بصوت حسن طيب، يقرأ ولا يسمى هذا الحين، يقرأها بصوت حسن ولغة واضحة، هذا لا يسمى تلحينا، وإنما يسمى تحسينا للصوت. أنا بأس بذلك أنه يقرأها ويقرأ المواعظ والخطب بصوت حسن وإلقاء حسن يؤثر على الناس.